طب سيادة الوزير، خلينا ننتقل للآثار وأنا عارفة إن في متاحف كتير متوقعين إنها تفتح، موكب المومياوات، متحف الحضارة اللي حضرتك يعني استقبلتنا فيه مشكورا، يعني في مجموعة من المتاحف إحنا منتظرينها إنها تفتتح بشكل فعلي، إمتى المواعيد يا سيادة الوزير؟ بصي حضرتك، موكب المومياوات الملكية الإعداد ليه خلص بنسبة 100%، واحنا خلاص كنا رصينا الحاجه وعلقناها في التحرير وكنا حددنا تاريخ واتنين، ولكن كل مره ناجل عشان الكوفيد، ننتظر الوضع يتحسن، فطبعا اضطرينا ان احنا ناجله، لكن احنا جاهزين بنسبه 100% ويكون موكب رائع مبهر ان شاء باذن الله. الله. هيصحبه في نفس اليوم افتتاح القاعه المركزيه وقاعه المومياوات الملكيه في متحف الحضاره، جاهزين بنسبه 100%. انتهينا من متحف رائع، متحف العاصمه الجديده، متحف عواصم مصر، متحف مبهر بيوري تطور العاصمه المصريه من منف والاقصر والاسكندريه والقاهره الفاطميه، متحف حلو جدا، ده انتهينا منه بنسبه 100%. مصنع المستنسخات الاثريه انتهينا منه، بس بننتج دلوقتي بحيث لما نعلن الافتتاح الناس تنزل تقدر تشتري مستنسخات ميد ان ايجيبت اخيرا، وتقدر تاخدها هدايا لضيوفها وهي مسافره بره او هي ضيوفها اللي جولها هنا. وعندنا متحفين صغيرين في المطار بنعمله مع وزاره الطيران البدني، جاهزين، لكن لازم الالمان يجوا يركبوا البطاريين من المانيا، فمنتظرينهم يصبحوا لهم بالسفر ويجوا لنا. فعندنا المتحف الكبير ماشي كويس، محمد علي في شبرا ان شاء الله باذن الله منتصف العام، المتحف اليونيو روماني في الاسكندريه، لا شغالين الحمد لله في الاثار في مشروعات كتير، لم نتوقف. المتحف الكبير شغال كويس جدا الحمد لله، هنعلن عن شركه تقديم وتشغيل خدمات خلال ايام. الاكتشافات الاثريه احنا اعلنا مجموعه من الاكتشافات خلال اكتوبر صحيح. نوفمبر ديسمبر يناير، لكن طبعا وضعنا في الاثار صعب جدا، احنا تمويل ذاتي زي ما حضرتك عارفه جدا. فطبعا احنا قفلنا المتاحف والمواقع الاثريه من مارس، فبالتالي دخلنا توقف من مارس، ولكن المعارض كمان اللي كانت بره حضرتك عارفه كلها وقفت خلاص، يا معرض عنخ آمون رجع لان المعارض قفلت بره كمان. يعني نتمنى وضع غريب، وضع هو وضع استثنائي. طبعا وضع غريب للعالم كله، نتمنى مع الفاكسينيشنز بقى ومع التلقيح في العالم كله، يعني بنتكلم على نص السنة الجاية فعلا عودة الحياة الطبيعية، بنتكلم على للأسف نص 22 والله أعلم، لكن يعني ربنا معانا ويعني معاك ومع كل العاملين في السياحة وفي الآثار، عندنا إمكانات كبيرة ولكن مستنيين الزائرين وربنا يكرمنا. وأنا بشكرك جدا سيادة الوزير دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والحقيقة أنه الوزارة وكل العاملين في سواء في السياحة أو في الآثار جاهزين، يعني مصر فتحت من 1/7 ما قفلتش، قادرة أنها تتواكب مع عدد قليل من السائحين، احنا بنتكلم كده في حوالي 20% من النسبة اللي كانت بتجيلنا، احنا كان بيجيلنا 950 ألف سائح في الشهر، احنا هنا بنتكلم في 270 ألف، ماشي معلش قليل بس يعني بداية، يعني تبتدي بس يعني ايه حبة حبة زي ما بنقول، ولكن يا رب يعني موضوع السياحة ده احنا متأثرين بشكل كبير جدا. في حوارنا مع سيدة مدير عام صندوق النقد الدولي كانت بتقول مصر من أكتر الديستنيشنز والأماكن اللي تأثرت من السياحة، الآثار كمان متأثرة بشكل كبير لأنه ما فيش عائد للآثار.